الحمد لله الذي خلق النفس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعض الإخوة والأخوات بيسألوا: نفوسنا كبيرة علينا قوي وشديدة علينا وصعبة، وبنحاول نلجمها مش عارفين، وبنحاول نهديها مش قادرين، وبنحاول نكسرها بتتعظم علينا. الواحد نفسه أحيانا كتير بنفسه مفتخر إنه عبد أو إنه صام، الناس ما شافتوش هو بيقيم الليل، لكن نفسه عايز تقول للناس كلها إنه كان بيقيم الليل. والتاني نفسه متحكمة فيه، مش قادر يسيب الأفلام الإباحية ولا المقطوعات الإباحية، فيسيب ده ويدخل على ده ويسيب ده ويدخل على ده، مش عارف يضبط نفسه. والرابع بيضيع وقته أيام وأيام وليالي ومش عارف يضبط. والخامس مش عارف يضبط نفسه في الكسب، عنده بعض الهنات أو مكاسب الحرام مش عارف يضبط نفسه فيها. والخامس مش عارف يغض بصره، وكل ما يفكر انه يغض بصره نفسه تغلبه ويقع مره واثنين وثلاثه واربعه، ونفسه متملكه فيه. والرابع منشغل في الافلام لزوجته، مش قادر يفوق حتى يقرا القران ولا يقوم بالواجبات، ومتكاسل في الطاعات، نفسه متحكمه فيه وبيشتكي وبتشتكي وبنشتكي. هو احنا ما ينفعش نتقوى على النفس دي؟ ما فيش حاجه ممكن نغلب بيها نفوسنا؟ طب ما فيش حاجة ممكن نتصالح بيها مع أنفسنا دي؟ طب هو ده صح؟ طب ما يمكن إحنا فاهمين غلط؟ ولا القرآن فيه قانون بيضبط حركة النفس ويضبط تهذيب النفس ويضع آلية لهذا التهذيب، ولا ما فيش قانون؟ يا ريت نلقى الإجابة عندكم، علشان موضوع النفس هذا عامل مشكلة كبيرة قوي، بيخلينا أحيانا كتير نيأس من نفسينا ونقول إن إحنا مش هنهتدي أبدا وإن إحنا عمرنا ما هنستقيم. فننتظر منكم إجابة. من أكبر العقبات في حياة المسلم نفسه قبل الهوى وقبل الشيطان، اللي ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قبله النفس وقبل الأعداء اللي بتربصوا بينا من كل حدب وصوب، دول في عدو جواك نفسك. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده القانون، قانون القرآن يقول عن النفس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طبيعة النفس أمارة بالسوء، عايزة تشتري دي تشتريها لها، عايزة تأكل دي تأكله، تفضل هي تطلب وانت تنفذ لغاية ما هي تشغلك. تطلب الحرام ما تقدرش تمتنع، لأن خلاص انت بقيت شغال عندها، بقيت عبد عندها، بقت هي اللي تقود. هو صراع التربية ايه؟ صراع التربية إما العقل والمنطق يقود أو الهوى والنفس تقود. لما الهوى تقود تقودك إلى الهاوية، ولما المنطق والعقل يقود يقودك إلى الخير. والمنطق هذا دائما متوافق مع الشرع، لأن كل معصية مخالفة للمنطق ومخالفة للعقل. فحينما تقع في المعصية تخالف المنطق وتخالف العقل وتتبع الهوى وتتبع الشهوة، فأنت تحت سلطان النفس. إن النفس لأمارة بالسوء، يبقى مفترض إن أنا أعرف إن عدوي جواي. وقبل ما أقول أصل فلان، وإحنا أصلا متخصصين في الحكاية دي، سهل قوي نرمي المشاكل على الناس: الناس مش كويسة، الناس مش ملتزمة، الناس مش بتعمل كذا. لكن نرجع لنفسينا ونشوف المشكلة عندنا الأول. أنت عارف في رمضان أكيد قرأت الحديث أو سمعته إن الشياطين تصفد في رمضان، لكن نفسك زي ما هي، ونفسك بتوسوس ليك أكتر. أنت عارف إن هي أشد عليك من الشيطان؟ الشيطان بتستعذ بالله، خلاص استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وربنا بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ده القانون، المادة رقم واحد في قانون النفس. يبقى الأصل في النفس العداء، الأصل في النفس الحذر، الأصل في النفس إن كنا أكون منتبه ليها. ثم المادة الثانية في القانون يقول تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها،
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قانون قد أفلح من زكاها، أقسم الله تعالى 11 قسما ليؤكد لنا هذا القانون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا مجال للفلاح إلا بتزكيتها، وإن تركت التزكية وقعت في التدسية. إذا لم تقم بتزكيتها فإن التدسية موجودة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا قانون النفس إما أن تكون مجاهدا مزكيا وإما أن تقع تحت طائلتها. لذلك كانت مهمة الأنبياء وكانت دعوة سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم يطهرهم، يطهر تلك النفوس الخبيثة، يعيدها إلى الجادة وإلى منهج القرآن وإلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا بينا نشوف تطبيقات البشرية للقانون ده إيه. في ناس مشت في إطار التزكية، التزكية بمعنى التطهير، التزكية بمعنى التقوية، التزكية بمعنى الزيادة، التزكية بمعنى المعالجة. وفي ناس سابت نفسها أصبحت تتبع الهوى وتسير وراء نفسها وتعبد هواها، والذي يقوم بإدارتها الشهوة، والذي يقوم بإدارتها المصلحة، والذي يقوم بإدارتها النفس وليس العقل وليس الشرع وليس المنطق. تعالوا بنا ننظر مصير الطرفين. الذين ساروا في طريق التزكية نالوا الفلاح. قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالذي تزكى تطهر تنقى من أفات النفس وعقبات النفس ووساوس النفس كتب الله له الفلاح في الدارين. يبقى أول فائدة عادت إلى الذين يقومون بمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا، وأول الجهاد جهاد النفس، ومن لم ينتصر على نفسه لن ينتصر على عدوه. اللي مش عارف يتحكم في مقطوعة فيلم ولا في سجارة ولا في كلمة ولا في وقت عمره ما يتحكم في عدوه، عمره ما هينتصر على عدوه، عمره ما هيبقى له كلمة حقيقية. اللي دايما صريع الهوى وصريع النفس وصريع الرغبات عمره أبدا ما هيقوى في الميادين ولا ينتصر على عدوه. فأول ميادين الانتصار أن تنتصر عليها، فإن انتصرت على نفسك كنت على غيرها أقدر. إذن الفلاح بكل صوره وأشكاله لمن تزكوا. الأمر الثاني الجزاء بمثل ما عملت النفس. إزاي؟ الله تعالى يعاملهم بالطريقة التي تحركت بها نفوسهم، فإن تحركت نفوسهم بالتزكية زكاهم الله، وإن تحركت بالطاعة والبر أكرمهم الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإن تحركت للهداية من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذن حينما تنفق فتنفق لنفسها، وحينما تعطي تعطي لنفسها، وحينما تتزكى تتزكى لنفسها، فهي تسير في نفس الطريق والله تعالى يجازيها بمثل ما سارت فيه. ثم إذا جاءت لحظات الموت كانت لأهل التزكية خصوصية. يقول تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الجنة مضمونة لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هي شغالة على طول بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، تتثاقل عليها الصلاة، تصعب عليها الزكاة، يصعب عليها الذكر،
تصعب عليها العبادات، يصعب عليها كظم الغيظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذين تربوا على طاعة الله أقوياء، يستطيعون إلجام النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فإذا لم تنفطم النفس كانت غول، غول يأكل صاحبها، يدمر حتى عليه العبادات. فإذا قام بالعبادات تسللت النفس إلى العبادات حبا في الرياء وحبا في الشهرة وحبا في أن يقال عنه قال ليقال قال، أو علم ليقال عالم، أو قرأ ليقال قارئ، أو أنفق ليقال منفق، فكانت الخسارة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنه أصبح يعني يعمل لنفسه، للصنم الذي بداخله، يصلي للصنم الذي بداخله، ينفق للصنم الذي بداخله، يجاهد للصنم الذي بداخله. لذلك كان أول ثلاثة تسعر بهم النار ليس القتل مع عظم القتل، ولا الزنا مع عظم الزنا، ولكن أهل طاعات. عالم أولهم عالم، يقول الله تعالى في الحديث الصحيح: ماذا فعلت؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته للناس. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. فقد يقيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فقد يقيل، عايز تقول انه كان بيقرأ، انه مشهور، ان الناس بتتابعه، تابع الهوى، عابد للهوى، ليس عابدا لله سبحانه وتعالى. والثاني منفق، أنفق في كل شيء، يوقفه تعالى ويقول له: ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي ما تركت مجالا ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، ما بيتأخر عن حاجة أبدا، ده إيده سخية، ده بيدفع. فقد قيل أنت عايزه خدته، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والثالث مجاهد، تخيلوا مجاهد، مجاهد يسأله ربه: ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع. فقد يقيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. عافانا الله وإياكم. إذن هذه النفس المطمئنة، أصحاب النفس المطمئنة الذين تزكوا والذين تطهروا وتبعوا نفوسهم وربوها وحرموها وزكوها، قاموا بحبسها، حبسوها في سجن العبودية، وأحرقوها بنيران محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تأتي ساعة الوفاة ينادى على تلك النفس بخصوصية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس اللي تزكت لها مقام ولها مكان، وربنا بينادي عليها، وبتجي الملائكة تستقبلها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في الجنة النفس دي لها خصوصية. أهل النفس المتطهرة لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لأنهم تعالوا عن شهوات الدنيا وشهوات النفس، كانت عايزة معاصي فألجموها، فربنا يكافئهم، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الناس تخافهم لا، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه النفس تكرم في الآخرة، تعطى ما تريد في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. إذا من حرم نفسه من الحرام وألجم نفسه عن الحرام كافأه الله تعالى بأن نال ما تشتهي نفسه، وأعطي ما ترغب فيه نفسه، وما يخطر له على بال، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم هنالك يخلدون في نعيم الله سبحانه وتعالى. أما الذين استسلموا لنفوسهم وكانوا عبيدا لها، فماذا حصدوا في هذه الدنيا؟ حصدوا سخط الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. شوف نفسك لما أنت عبدتها وسلمت لها القيادة، وهي اللي بتحركك وانت ماشي وراها، وكلما اشتهيت اشتريت،
شوف نفسك قدمت لك ايه؟ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن هذا جزاؤهم. ثم الخيبة والخسران، الخيبة والخسران لن يجمعوا نجاحا ولا فلاحا. قال تعالى: وقد خاب من دساها. قال تعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واسمع إلى هذه الآية المزلزلة، يقول تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسارة الحقيقية أخواني مش أنك تخسر صفقة أو تخسر وظيفة أو تخسر في سجال سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو أي حاجة. الخسارة لسه ما جاتش، الخسارة الحقيقية ما جاتش، أنت ما خسرتش حاجة أبدا لسه، الخسارة لسه قدام. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الخاسرين، الخسارة الحقيقية فين؟ الذين خسروا أنفسهم فعذبت وألقيت في النار، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لما لم تربي أهلك على الطاعة، ولم تأخذ بقيادهم إلى الطاعة، ولم تأمرهم بالصلاة والزكاة وطاعة الرحمن، خسرت نفسك وخسرت أهلك. فكان الندم وقت لا ينفع الندم، وكان الصبر وقت لا ينفع الصبر. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. تدسية النفس تجلب الهزائم والمصائب والخسائر. الصحابة في غزوة أحد فوجئوا بالهزيمة، كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الإيمان؟ فتساءلوا، وسجل القرآن تساؤلهم لنا لنعلم ونفهم ونتدرب ونتغير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الصحابة ربنا بيقول لهم قل هو من عند أنفسكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يقول تعالى عن الصحابة في أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لذلك يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلما تنزل المصائب قبل ما تلوم الناس لوم نفسك، قبل ما نفتش عن الناس فلان السبب وفلان السبب شوف نفسك، شوف نفسك الأول، وكلما تغير من نفسك يغير الله تعالى ما بك. إذن مصائب، يقول تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تهلك، ذكر بالقرآن قبل أن تهلك النفس بما كسبت. إذا لم نتذكر بالقرآن ونتعظ بالقرآن ستهلك نفوسنا وستهلكنا تلك النفوس. فيجب علينا أن نعد العدة لمقاومتها، ونعرف أن النفس التي تدست تعاقب بمثل عملها. يقول تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يقول تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. يقول تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لما تبغي على الناس اعرف أنك تبغي على نفسك. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يقول تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. يقول جل في علاه: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فأنت الذي تشتري لها السوء، هي تأمرك وأنت تسير خلفها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا حالات الناس الذين يعبدون نفوسهم ويعبدون أهواءهم، وقد بشرهم بالتعاسة صلى الله عليه وسلم، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة. تعس عبد الدرهم اللي الليل والنهار
بيفكر في الفلوس والأموال وبعت وشريت ومعايا، ونسي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اللي كل تفكيره في الأموال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، الموديل اللي نزل كذا ونزل كذا وغيره ومش عارف ايه، والموديل الجديد ايه وفي تخفيض ايه، وعبد في السوق بيشتري كل حاجة. في ناس عبيد اللايك على الفيسبوك وعلى تويتر، في ناس عبيد المتابعين كل ساعة عندي كام، في ناس عبيد الشهرة عشان الناس كلها تتكلم عنه، في ناس كل واحد له عبودية أخرى، دي نماذج فقط. في ناس عبيد الأكل، بياكل بيفطر الصبح ويفكر ياكل ايه بعد الظهر، وبياكل الظهر يفكر حياته كلها ياكل ايه ويشرب ايه وينام ازاي. عبيد الله تعالى ياكلون ليعيشوا في طاعة الله، يتقوطون بها على طاعة الله، ويلبسون ليستتروا ويذكرون الله سبحانه وتعالى، ويمشون في سبيل الله سعيا كما امرهم الله تعالى، فهم عبيد الله في كل احوالهم. هناك معينات نستعين بها على نفوسنا، وأعظم ما يستعين به المرء على نفسه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قول الدعاء ده كتير، استعن بالله عليها، أنت وحدك مش هتقدر، فاستعن بالله وقول له: يا ربي ساعدني، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وكان صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. يتعوذ صلى الله عليه وسلم من شر نفسي، فلنتعوذ بالله ولنستعن بالله على نفوسنا. مما يعين على التزكية دوام المحاسبة، وكان من فعل الصحابة والسلف الصالح يسأل نفسه: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ ولماذا مشيت في كذا؟ ولماذا تكلمت بكذا؟ فالواحد يحاسب نفسه ويقول كده ويدعي ربنا: اللهم اجعل أنفاسنا لك، واجعل أقوالنا لك، واجعل خطواتنا لك، واجعل أعمارنا لك، واجعل أيامنا لك، واجعل أوقاتنا لك، واجعلنا كلنا لك. لذلك تعلمنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسب نفسك، رجعها، أنت النهاردة ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ فإن وجدت خيرا فلتحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلى نفسك. مما يساعد على تزكية النفس الصحبة، الصحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحب أهل التقوى، صاحب أهل الصلاح، صاحب اللي يأخذ بإيدك إلى طاعة الله. وكما كان يقول أحدهم، حسن البصري كان يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، أهلنا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا الآخرة. لابد يكون لك صحبة صالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبة صالحة، الاستغفار يعين على تهذيب النفس. يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. إخواني وأخواتي وأحبابي، عدوك مع في داخلك كما في الأثر: إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، فاحذر هذه النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسأل الله أن يزكي نفوسنا، وأن يهذب أخلاقنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإصرار على عدم المراجعة تزكية للنفس خطيرة، تؤخر النصر وتطيل عمر الظلم. إقامة شرع الله في دولة النفس هي البداية، وهي الشرط الأول الذي بدونه لا تغيير ولا تبديل.
إذا لم تستطع أن تنتصر على شهوات نفسك ورغباتها فلا تطمع أن تنتصر على عدوك. نفسك ذئب تربيه في داخلك، كلما أطلقت له العنان كلما نهش منك حتى يقضي عليك. ليس من عدو أحوج إلى الحذر منه والخوف من هجماته والتحسب لغاراته من نفسك التي بين جنبيك. حينما تتقاطر عليك المصائب والابتلاءات، ارجع إلى نفسك فحاسبها، فهي سبب ما حل بك. كل مشكلة يمكن أن يحلها لك غيرك إلا نفسك، فإن لم تزكيها فلن تتزكى، وإن لم تردعها فلن ترتدع. إذا كانت النار تشبع من الخشب والحطب فتتوقف عن الحريق، فالنفس لا تشبع من الدنيا ولو ملكتها بأسرها. بالأمس كنت ذكيا فأردت أن أغير العالم، اليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي. سيدي لا تسلمني إلى نفسي، لا تتركني مع أحد سواك، لخوفي مني أسرع إليك، فأعدني إلي لأعود إليك.